لليوم الثاني على التوالي واصل 96 مركز تلقيح في كامل تراب البلاد فتح أبوابه في إطار أيام التلقيح المفتوحة لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، مع اختيار نوعية اللقاح من بين 5 لقاحات أسترازينيكا وكورونافاك وفايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون. اليوم الأول تجاوز فيه عدد الملقحين 30,000، رقم قالت المكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة رفلة الدلاجي إنه لا يرتقي إلى الهدف المنشود، لافتة إلى أن الإقبال لم يكن بالنسق المرجو، خاصة وأن حوالي 1,400,000 شخص من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق لم يتلقوا إلى حد اليوم التطعيم ضد كورونا، وهو ما يؤكد عزوف هذه الفئة على الإقبال على التلقيح. من جهته قال المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط إن المؤشرات الوبائية بالبلاد جيدة، لكن هذا لا يمنع من مواصلة العمل على تكثيف حملات التلقيح ومواصلة اعتماد الإجراءات الوقائية التي يمكن التخفيف فيها إذا ما بلغنا نسبة 70% من تلقيح المواطنين. المؤشرات نتاعنا باهية، الوبائية يلزم الحياة ترجع بشوي بشوية باحترام البروتوكولات الصحية. إن شاء الله توا بريسك خنخلتوا 4 مليون تونسي تم تلقيحهم، الكمامة راهي لازمة، مازالت لازمة. نهار اللي نخلتوا 70-80% من المواطنين التونسيين ملقحين نجموا نحيوا الكمامة. يأتي هذا في وقت تواصل فيه المؤشرات الوبائية التي تنشرها وزارة الصحة تسجيل تحسن في أرقامها، فوفق الأرقام الخاصة بتاريخ 1 أكتوبر الجاري فقد تم تسجيل 13 وفاة جراء فيروس كورونا، كما تم تسجيل 435 تحليلا إيجابيا لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 2.84%. مؤشرات وإن تبعث على الارتياح لكنها لا تعني التراخي في اعتماد أساليب الحماية التي وجب اعتمادها، خاصة في الأماكن العامة والتجمعات، سيما أمام ضعف الإقبال على التلقيح رغم توفر اللقاحات بأنواعها، وهذا محل تساؤل.